بايرن ميونخ بيفوز على دورتموند 1-0 في السيجنال ادونا بارك علشان يبتعد بالصدارة بسبع نقط عن دورتموند صاحب المركز الثاني علشان يقرب جدا من حسم الدوري، وهو حاسم الدوري في مباراة شاهدنا فيها حاجات كتير جدا من اداءات لعيبه او تكتيك سواء من هانز فليك او لوسيان فوفر، مباراة فيها كلام كتير جدا على الفريقين. فقبل خش في الحلقة انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناة واشتراك وفعل الجرس علشان تجيلك الحلقات اول باول، ويلا بينا نخش. بايرن ميونخ صاعد ضيف على دورتموند ويبدأ مباراة النهاردة بالاربعة 4-2-3-1، بيبدأ بنوير قدامه بواتينج وديفيد ألابا على الشمال، ديفيز وعلى اليمين بافار، بيلعب اتنين في نص الملعب كيميتش وجروتسكا قدامه مولر على الشمال، جنابري على اليمين كومان وقدام بيلعب ليفاندوسكا. على الناحية التانية دورتموند بيبدأ بالتلاتة 4-3 على الورق، وفي الناحية الهجومية او الشكل الهجومي بيبقى 3-4-3، لكن في الشكل الدفاعي بتحول لخمسة 4-1. دورتموند بدأ في حراسة المرمى بوركي قدامه ثلاثة مدافعين هوملز وأكانجي وبيزيك، اتنين ارتكاز في نص الملعب ديلاني وداوود على الشمال جوريرو، وعلى اليمين بيلعب بحكيمي وقدام بيلعب براندد وهازارد وقدام بيلعب بهالاند. الشكل العام بتاع الفريقين ان باين جدا ان دورتموند بيحاول هو يستحوذ على الكوره، ابتدى يطلع من تحت لفوق بشكل سلس وشكل بالراحه يعني، والناحيه الثانيه بايرن ميونخ بيشكل الضغط العالي المستميت على دورتموند، هو بيضغطك من نص ملعبك، انا مش من نص ملعبك كمان، لا انا بضغطك من المدافعين بتوعك. كنا بنشوف كومان وجنابري وليفالدوسكي وحتى مولر كانوا بيضغطوا على مدافعين دورتموند، كانوا بيضايقوا هوملز، كان بيضايق كانجي، حتى كانوا بيضايقوا بورك في بعض الاحيان. الضغط العالي كان بتاع بايرن ميونخ خلاهم يستخلصوا الكوره من دورتموند في كذا مره في نص ملعب دورتموند، وده خلى دورتموند يعطل في كذا حاجه. اول حاجه انه ما بقاش عنده فرصه يلعب فيها غير على الاطراف، الاطراف بتاعه اللي هم حكيمي وجوريرو وبراندت وكمان هازارد، دي الاطراف بتاعته كان بيلعب عليها، حتى لما كان بيخش من العمق وبيحاول يخترق من العمق كان الثغره بتاعه بايرن ميونخ كانت بتبان، وهي ثغره بايرن ميونخ ان الاثنين الارتكاز بتوع نص الملعب مش بيدافعوا. ان انت اول ما بتلاقي ضغط من نص الملعب على نص ضغط نص ملعب دورتموند على نص ملعب بايرن ميونخ بيفك، اكن دورتموند بيقابل المدافعين على طول. كيميتش وجروتسكا الاثنين في نص الملعب مش قادرين يأدوا الدور الدفاعي المتقن مع المدافعين، ده اللي كان بيخلي نص الملعب بتاع بايرن ميونخ مش ظاهر قوي، او نص الملعب بتاعهم مش بيساند في الدفاع قوي، وكان حتى كمان في مشكله كبيره عند بايرن ميونخ طول الشوط الاول ان انت مش عارف تستغل او مش عارف تتعامل مع التكتل الدفاعي بتاع دورتموند، لان دورتموند بيلعب لك بخمسه في الناحيه الدفاعيه، فانت مش عارف تتعامل مع التكتل الدفاعي ده. كنت محتاج حاجه واحده، ان انت نص الملعب بيبقى فيه لاعب الكرياتيف دي، اللاعب صانع الالعاب، مولر وجروتسكا الاثنين مش عارفين يأدوا الدور ده، مش عارفين يعملوا الدور ده. كنت محتاج لاعب في نص الملعب مثلا زي كوتينيو، مش موجود حاليا، فانت كنت محتاج لاعب نص الملعب يعمل لك الدور ده. كنت ممكن تفكر تفكير خارج الصندوق تماما وتدخل جنابري في نص الملعب وتنزل لاعب على الطرف، بس ما فكرش في كده، او ممكن تعمل حاجه ثانيه تحول التشكيله تماما بقى بدل 4-2-3-1 تلعبها 4-3-3 مثلا، بس لا هانز فليك ما فكرش في كده تماما وفضل مصر على ده. ممكن فضل مصر على الشكل بتاعه بسبب ان اللعيبه اللي في الملعب بتعرف تطبق الضغط العالي كويس جدا، لما بايرن ميونخ الكره بتاعته بتستخلص او بتتقطع في نص ملعب دورتموند ما كانوش بيرجعوا لنص ملعبهم ويستقبلوا دورتموند في نص ملعبهم، لا كان بايرن ميونخ بيضغط على حامل الكره في نص ملعب دورتموند. شفناه في كذا مره على ديلاني، شفناه كذا مره على داوود، شفناه في كذا مره لعيبه بايرن ميونخ بتقدر تستخلص الكره من لعيبه دورتموند في نص الملعب. كان المتنفس الوحيد لدورتموند هي الاطراف، حكيم وجيرو وهازارد وبراندت. كان كمان اللي احنا مش فاهمينه هالاند النهارده ما كانش باين، ما كانش مستعد تقريبا للمباراه، مباراه كبيره عليه تقريبا، اول تقريبا مباراه كبيره يلعبها بعد باريس يعني، اللي هو هالاند مش باين، مش مؤدي الاداء. بواتينج وديفيد ألابا قافلين عليه، حتى كان كل ما استلم الكره بتلاقي لاعب او لاعبين او حتى ثلاثه بيضغطوا عليه. هانز فليك كان نازل عامل يعني عامل حسابه جدا على هالاند في الحته دي، عجبتني جدا من هانز فليك بصراحه اللي هو قافل على هالاند. بايرن ميونخ في ظل هو ضاغط على دورتموند، في ظل هو كان الاخطر على مرمى دورتموند، في ظل هو عامل مباراه كبيره جدا على دورتموند بكتير،
عرف يسجل، سجل بكون معلم بصراحة من كيميتش. كيميتش لمح بعينه ان بوركي متقدم خطوتين بره المرمى، عمل الكورة لوب بتيجي من فوق بوركي وتخش في البعيدة في الدقيقة تقريبا 40 او 41، وقدر ان دورتموند بايرن ميونخ يخرج بالشوط الاول كسبان 1-0. بيخش الشوط الثاني، دورتموند بيبدا بتغييرين، خرج براندت وديلاني ونزل زادن سانشو، وكمان نزل امرتشان في نص الملعب اللي هو ينشط الناحيه الهجوميه شويه. لكن الشوط الثاني برضو هو نفس الشكل، ان دورتموند ما عندوش الحلول انه يلعب من العمق. انت بتلعب تشكيله معتمده على الاطراف، ما عندكش لاعب مثلا اللي هو جودسي اللي جنبك على الدكه، ده المفروض يبقى في الملعب في مباراه زي دي. اللي انت لاحظت ان الثغره بتاعت بايرن ميونخ في نص الملعب بتاعها، كنت المفروض تضغط على نص الملعب ده باستماته، ما تفضلش شغال على الاطراف، لان انت على الاطراف كان حكيمي ديفيز بيقابله بضغط عالي كبير جدا. كان في ماتش تاني بين حكيمي وديفيز على الاطراف اللي انت الطرف كان مقفول، والناحيه الثانيه جوريرو برده كان بافار مش بيسيبه. اي نعم كان كذا كوره تتلعب لجوريرو في ضهر بافار، بس بافار ما كانش بيسيب جوريرو يلعب على الاريحيه على الاطراف. دي كانت اطراف دورتموند، انت مش عارف تستغل الاطراف، حتى ان بايرن ميونخ قافل لك على الاطراف، لان انت لما كنت تلعب على الاطراف سواء ديفيس او بافار كانوا بيقطعوا منك الكره لوحدهم، حتى ما كانوش مستنيين مسانده من كومان وجنابري. فانت كان لوسيان فافر كان لازم يفكر ان هو يلاعب في نص الملعب لاعب يؤدي له الضغط على لعيبه نص الملعب، ما كانش موجود، لان داوود وديلان الاثنين ما كانوش بيعملوا الدور ده. حتى امري تشان لما نزل في نص الملعب كان بيحاول هو اللي ياخر شويه، وداوود هو اللي ضغط على نص ملعب بايرن ميونخ، لكن البايرن كان الضغط بتاعه مستميت، كان الضغط يعني بتاعه شرس جدا، لان انت لما بتيجي تضغط مثلا على لاعب او لاعب واحد معاك كوره، لا انت تضغط بلاعب واثنين عليه لحد ما تستخلص الكوره منه. لوسيان فافر بعديها حس ان هالاند خلاص مش قادر يكمل المباراه، راح خرجه ونزل رينيه، وابتدى اللي هو يحاول التشكيله او مش حاول التشكيله، هو دخل هازارد او في بقى مهاجم، وداوود ورينيه وسانشو هما اللي بقوا الثلاثي اللي تحت المهاجم، ده اللي كان بيعملوا شكله بقى نص الملعب. امريتشان تقريبا لوحده اللي هو بيهاجم بكل خطوطه، بل انا عايز اتعادل. بعديها بشويه ابتدى يعمل تغييرات ثانيه بقى، خرج بيزيك كمدافع وحاول التشكيله، ونزل جودسي، رجع حكيمي وجريرو جنب كانجي وهوملز، وخلى جوتسي كلاعب اللي هو صانع العاب، وهازارد كمهاجم او سانشي كمهاجم، وهازارد ورينيه كاطراف. ده اللي هو خلاص بقى انا ما عنديش حلول ان اضغط على بايرن ميونخ من نص ملعبه. بس ده برده ما اتاش بثماره، لان انت ما كنتش بتدي او مش كنتش بتعمل خطوره على مرمى نوير. نوير ما كانش فيه خطوره عليه طول المباراه تقريبا، لان دورتموند بس ما هدتش مرمى نوير، وحتى التسديدات اللي كانت بتسدد في مرمى في حضن نوير يعني. فبايرن ميونخ قدم مباراه كبيره جدا، هانز فليك قدم مباراه كبيره جدا كحتى تفكير، اللي انت قدرت تلعب على نقط ضعف دورتموند، اللي انت بتضغط من نص ملعبه، بتضغط ضغط عالي علشان تقرفه في نص ملعبه وتستخلص الكره منه في نص ملعبه. وكمان الناحيه الثانيه لوسيان فافر ما قدرش يعمل ان هو يضغط على نص ملعب بايرن ميونخ، مع ان هي دي كانت الثغره بتاعته، ما قدرش يعمل دي. فهينز فليك قدر يعمل او يقدر يشتغل على نقط الضعف اللي هو بيضغط وعارف انه يقدر يستخلص الكوره من نص ملعب دورتموند، وكمان قدر ان هو يقفل على اطراف دورتموند، ما ادوهمش اي حريه اللي هم يرفعوا عرضيات لهالاند، وكمان قفل على هالاند. الناحيه الثانيه لوسيان فافر مش عارف، ما كانش بيفكر ان هو يطلع بالكوره من ورا لقدام ويبتدي يجمع اللعب على الاطراف ويبتدي يرفع عرضيات لهالاند، ده اللي كان بيعمله لوسيان فافر في المباراه. بس في الاخر بايرن ميونخ قدر يحقق الانتصار، وقدر يبعد عن دورتموند بسبع نقط في الصداره، وبنسبه كبيره قدر يحسم الدوري، لان خلاص فاضل جولتين والدوري يتحسم. حتى لو بايرن ميونخ خسر الماتشين اللي جايين خلاص هو كده كده خد الدوري بنسبه كبيره. بس في الاول وفي الاخر تذكر رايي انا في مباراه دورتموند وبايرن ميونخ الكلاسيكير الالماني، قول لي رايك انت في الكومنتس، وقول لي كمان بايرن ميونخ هل كده حسم الدوري ولا انا معلوماتي غلط، قول لي في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشتراك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعت الديسكربشن تحت. وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.